بسم الله، النهارده نشوف مع بعض قاعدة اف وازاي استخدمها في البايثون. بمعنى قاعدة اف، لو انا عندي حاجة، يعني لو اتحقق عندي شرط معين اعمل حاجة دي، لو ما اتحققش ما تعملش الحاجة دي. تمام؟ معنى ايه؟ ابسط حاجة، لو انا جيت اقفل النوت باد دوت، تمام، وانا كاتب فيه كلام لسه متحفظش، هو بيسأل نفسه هل اخر كلام موجود اتحفظ ولا لأ؟ لو اخر كلام مكتوب اتحفظ، اقفل البرنامج من غير ما تسأل المستخدم يحفظ ولا لا. طب لو في كلام لسه مكتوب جديد، يبقى بيطلع له رسالة يسأله هل انت عايز تحفظ اخر شغل ولا مش عايز تحفظ ولا كنسل. لو دوست سيف هيحفظ اخر شغل اتكتب، لو دوست دونت سيف يبقى مش هيحفظ اي حاجة انا كتبتها ويقفل البرنامج. لو دوست كانسل بشايف البرنامج كأن انا ما دوستش كلوز. فدي قاعده اف. تمام؟ وانا شغال في البرنامج بقعد اسال نفسي هل الحاجه دي حصلت ولا ما حصلتش، هل المستخدم دخل كذا. يعني مثلا اقول له ايه، لو المستخدم دخل اسمه مثلا شارون يبقى اضربه بالنار. تمام؟ على سبيل المثال. تمام؟ طيب انا دلوقتي مثلا عندي ملف البايثون ده كتبته، هقول له اوبن ويز بالنوت باد او افتحه بالنوت باد بلس بلس او افتحه بالدوس زي ما انا عايز. تمام؟ هاجي هنا واقول له اكس بتساوي 13، انا عندي متغير اسمه اكس بيساوي 13، اف اكس واخلاها بيساوي بيساوي، يعني اشوف القيمه دي بتساوي دي ولا لا. اف اكس بتساوي بيساوي 13، واروح دايس نقطتين، معنى كده ان الامر ده لسه ما خلصش. واجي هنا ادوس تاب واقول له برنت، اطبع لي كلمه You are lucky. if متغير تاني بقى خالص، او امر if اخر، هقول له if x اكبر من 13 اكتب لي اي حاجة بقى انا عايزها. مثلا اكس اكبر من 13، وبعد كده اقول له اطبع لي كلمة برنت انت. يبقى خلي بالنا بقى كده، لو الشرط اللي اتحقق ان اكس طلع بيساوي 13 هتبع لي الكلمة دي، لو اكس طلعت اكبر من 13 هتبع لي الكلمة دي. طيب لو الشرط ده اتحقق يبقى هيطبع ديت، لو شرط ده اتحقق هيطبع دي. دي ملهاش دعوه، دي ملهاش دعوه بقاعده اف، دي هتنفذ حتى لو الشرطين دول ما حققوش، انما دي ممكن ما تحققش فما تتكتبش. خلينا نعمل سيف ونجرب الامر. هكتب هنا اي دوت بي واي وادوس انتر. عمل لي ايه؟ اول سطر اكس بيساوي 13، خزن القيمه وما عملش حاجه. بص هنا اف اكس بيساوي 13، هل اكس بيساوي 13؟ اه. طب اطبع لي الكلمه دي. طب هل اكس اكبر من 13؟ لو اكبر من 13 اطبع لي الكلمه دي. طيب في الحالتين هي لازم هيكتب كلمه انت. طب خلينا نخلي اكس مثلا ب 17. تمام؟ هقول له نفذ لي الملف البيسون دوت، هتلاقي ان هو طبع لي اكس اكبر من 13 انت. طيب لو انا عايز اكتب اي ملحوظه بكتب الهاش واروح كاتب مثلا برنت، وممكن اكتبها كابيتال او سمول لان دي ملحوظه مش هتدخل في الشغل بتاعي. ادوس كنترول اس وانفذ الامر تاني. تمام؟ ما اهتمش هو باي حاجه تحت الهاش او الشباك دوت، اي حاجه بتيجي وراه دي ملحوظه للي بيقرا الكود عشان يفهمه. تمام؟ ممكن تعمل كذا قاعده اف، يعني بعد ما عملت اف اكس بيساوي ب اف اكس اكبر من 13 اتبع كذا، ممكن اقول له في نفس السطر، يعني في نفس الامر ده، يعني لو الشرط ده اتحقق هيعمل قاعده اف ديت. تمام؟ يعني لازم الشرط ده يتحقق والشرط ده يتحقق عشان ينفذ لي الامر دوت. يبقى هقول له اف 2 اكبر من 1. تمام؟ لو الاثنين اكبر من 1 برنت مثلا لو الاثنين اكبر من واحد هيطبع على مثلا كلمة اتنين. تمام؟
ده في حالة ايه؟ لو الاتنين اكبر من الواحد. طيب هعمل سيف واشغل البرنامج. ما كتبليش اتنين. ليه ما كتبليش اتنين؟ لان الشرط الاولاني ما اتحققش، اكس بيساوي 13، لا اكس بيساوي 17. طب لو خليتها 13 وقلت له سيف، هاجي هنا واقول له نفذ الامر، عمل ايه؟ بمنتهى السلاسه، اكس بيساوي 13، جميل، مفيش اي مشكله، مش هتبقى حاجه، لان هي ما اديتوش امر اتباع. اف اكس بيساوي 13، لو الاكس بيساوي 13 اعمل لي ايه؟ برنت يو ار لاكي. طب لو الاثنين اكبر من الواحد اطبع لي برنت. هل الاثنين اكبر من واحد؟ اه، يبقى خلاص هيطبع برنت. طب لو الاثنين مش اكبر من واحد مش هيطبع الامر دوت. ده ملحوظه ما طبعهاش هنا، الشرط ده ما اتحققش فما طبعش الكلمه دي، بس طبع لي برنتين. دي فكره قاعده اف ببساطه، ان انا بدي اكثر من اختيار بشوف هل الاختيار ده حصل ولا لا، لو حصل بيبدا ينفذ.